كيف نصنع دراجة البهلوان؟ نحتاج إلى كرتونة، أقلام تلوين، مقص، دبوس، لاصق. نرسم دائرة ونزينها لتمثل العجل. نرسم البهلوان من الجانب ونزينه، ثم نضيف مستطيلاً صغيراً أسفل القدم. نقص الأشكال المرسومة نفتح الدبوس بهذا الشكل. نثبت البهلوان على الدبوس ونثني المستطيل حول الدبوس ثم نلصقه. ندخل الدبوس عبر منتصف العجل والآن أصبح البهلوان جاهزاً لقيادة الدراجة. هل تعلم أن الفارسيون كانوا يطلقون اسم بهلوان على الشخص القوي والجريء؟